فمش عارف تدي مثال كمان ولا كفايه كده النهارده ونكمل المره الجايه ان شاء الله. طب مش المحاضرات مشكلة يا دكتور. هتنزل إن شاء الله المحاضرات؟ إيه؟ اللي كانت في محاضرة ما نزلتش قبل كده في كلمات فعلا. حضرتين، حضرتين ودي الثالثة دكتور، إن شاء الله هشتغل لكم عليهم دلوقتي بإذن الله، بحيث إن أنا أرفع المرفوع الموجود على السريع قدر الإمكان بإذن الله يعني. هراجع كده بس هي بتاخد شوية وقت يعني ورزالة كده وتركيز على ما أركز إيه اللي اتبعت وإيه اللي اترفع وإيه ما اترفعش ولسه بدور عليهم على الجهاز لغاية ما أطلعهم لكم يعني، هظبطهم دلوقتي إن شاء الله، هشتغل عليهم بإذن الله. طب وحضرتك بس اعمل حسابك بإذن الله المرة الجاية تبقى فيه كده مساحة نحط خطة عمل إن شاء الله. معلش هي مشكلة بس خطة العمل على حسب التوجه، زي ما قلنا احنا ممكن نقول احنا والله عايزين نتوجه ان احنا نشتغل دلوقتي على اودو مثلا، فلو كان التوجه كده الخطة هتبقى مختلفة بقى، لا ما فاهم؟ هو احنا ليه عايزين حضرتك موجود؟ لأن احنا قد ينقصنا الخبرة اللي عندك، يعني احنا ممكن نتصور شيء زي ما قال أخونا من شوية، السوق عايز الفلاسك، بس في حقيقة الأمر في حاجة أحسن منها. ماشي خلاص يعني، يعني واحنا بتوجيه منك يعني هنقدر تتبين لنا حاجات تقدر تساعدنا إن احنا ناخد القرار الأفضل يعني. احنا قاعدين نتكلم، هرسم لكم رود ماب. الرود ماب بتاعتنا، احنا قاعدين نتكلم مثلا واحد عايز ناخد اتجاه نتعلم ايه ممكن نعملها على اي برنامج، قاعدين على طول واحنا بنتكلم هنمشي كده يبقى ممتاز ناخد كذا، لو هنمشي كده يبقى ناخد كذا، لو هنمشي كده جميل. يبقى ناخد كذا، لو عايزين نوصل في ناس مثلا عايزه تخش على الداتا اناليتكس وكلام زي كده مش عايزه الكلام ده، عايز تشتغل على السيستمز بتاع الداتا اناليتكس يبقى ده ياخد ايه، ياخد كذا، طب انا عايز اكمل ديفلوبمنت واوصل للويب او اوصل للموبايل او هاخد ايه كده، نقعد ونعمل كل واحده رود ماب ان شاء الله. طيب بارك الله فيك، يا ريت الله يجزيك خير. خلاص يبقى كده استكفي كده النهارده ان احنا طولنا عليكم وخدنا وقت كتير شويتين، لا أبدا والله بالعكس. ربنا يبارك فيكم يا رب وان شاء الله نشوفكم على خير المره الجايه، وان شاء الله هشتغل لكم على رفع الحاجات اللي ناقصه دلوقتي باذن الله. إن شاء الله يا دكتور، إن شاء الله بالعكس احنا مستمتعين جدا جدا بالحديث والله معاك يا دكتور. جدا، جزاكم الله كل خير. بارك الله فيك ويجزيك كل خير ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لكم، شكرا. العفو. سلام. وعليكم السلام.